مرحب بحضراتكم مرة تاني، ويمكن في فقرتنا دي مش هنبعد كتير عن الخبر اللي لسه كنا بنختم بيه فقرة الأخبار، المجزرة الصعبة اللي اتكلمنا عليها وازاي الأب كان بيعذب الأولاد وبعد كده في بنت منهم فقدت حياتها على إيده والأم كمان. احنا دلوقتي هنتكلم على مشروع قانون أو تعديل في قانون خاص بالطفل، والدولة المصرية حاليا أو الحكومة المصرية قدمت هذا المشروع لمجلس النواب علشان في الآخر نضمن أن الطفل ده يكون أقل عرضة للخطر، وللأسف ده بيكون داخل نطاق بيته وداخل نطاق أسرته. يعني تخيل ان الخطر يجي لك من مصدر الامان المفروض. فالحقيقه ان الدوله تلتفت لهذا الموضوع ولهذه النقطه، احنا يعني حابين نعرف تفاصيل اكتر وازاي المستقبل هيكون افضل لهؤلاء الاطفال، سواء انت طفل بيولوجي او هو يعني ابن الاب والام دول جسديا، ولا طفل كمان مكفول. احنا بقالنا فتره بنتكلم على فكره الكفاله وندعم فكره الكفاله، فايضا الدوله ذكرت هذا الطفل في هذا القانون او هذا المشروع علشان تضمن ايضا ان هو يكون في امان وسط اسرته. تفاصيل اكتر هنعرفها في حوارنا النهارده، وبيشرفني يكون موجود معانا الاستاذ علاء راعي، محامي بالمؤسسه المصريه للنهوض باوضاع الطفوله. اهلا بيك معانا يا استاذ علاء. اهلا بسيادتك. يهمني اعرف تعقيبك اولا على الجريمه اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل، وهل كان في عقوبه تنتظر هذا الشخص في حاله ان هو ما قتلش البنات لكن كانوا بيتعرضوا على ايديه لعنف ولضرب والكلام ده كله؟ هو المشكلة بالنسبة لنا ان في البداية مترسخ داخل معظم المصريين او في مجتمعنا ان الابناء هم حاجة ملكي اتصرف فيهم زي ما انا عايز، السلطة الابوية والملكية والكلام ده بالظبط. ولكن الحقيقة بتقول لا، الطفل ده كائن مكتمل ليه حماية وليه رعاية وليه حقوق. فكان من البداية ان احنا نقول هل الاباء جاهزين ان هم يتجوزوا عشان يخلفوا ولا لا، ولكن بنيجي في الآخر بنتفاجئ من الأوضاع اللي بتحصل عندنا. فكانت الدولة والقانون وحماية الأطفال دايما فيها استباقية للموضوع، فقالوا لا، قانون الطفل عمل خط نجدة الطفل هو 16,000 يستقبل كل الشكاوى الخاصة بالأطفال. ودايما طول الوقت بنشوف التايتل كده في الأخبار ونشوفه في البرامج التلفزيونية موجود اللي هو 16,000. هو ممكن الطفل يتصل على الخط ده؟ يعني الطفل بنفسه؟ الطفل بنفسه، والدته، حد من الجيران. يعني معظم القضايا اللي بيتم اكتشافها عن طريق جار بيقول انا بسمع صوت طفل بيتعذب في البيت اللي جنبي. ده مهم جدا، مهم نرفع وعي المجتمع بثقافة الإبلاغ. يعني لو كان اي حد من المحيطين بالأسرة قدم بلاغ في اي وقت من الاوقات السابقه، لان مستحيل يكون الجريمه دي هي جريمه اوليه، لازم يكون في تاريخ من التعذيب الاطفال دي لقوه وكانت النتيجه النهائيه القتل. يعني انا لو حد جنبي بيعمل كده في طفله ما اقولش ماليش دعوه، لازم عليا دور ان انا ابلغ. وكمان في حاجه، ان البلاغات دي كلها بلاغات سريه، يعني ما فيش اي وقت من الاوقات اثناء التقاضي هيتم طرح اسم المبلغ. تمام. فدي بتدي حمايه اكتر للمبلغ، ومن حقه ان هو يحمي المجتمع ويحمي اولاده واولاد جيرانه، لان احنا زي ما قلنا لو كنا بلغنا ما كانش وصلنا للمرحله اللي احنا فيها. لكن الاب ده بينتظر عقوبه بكل الاشكال طبعا. يعني قد ينتظر الاعدام لان ملوش طبعا اي مبرر. طيب دلوقتي عايزين نعرف بقى التعديلات اللي ممكن تطرأ على قانون حمايه الطفل عندنا في مصر او قانون الطفوله. احنا عارفين في مشروع مقدم من الحكومه لمجلس النواب، ايه اهم البنود؟ والله في البدايه احنا هنشوف المشكله كانت عندنا ايه. كان عندنا طول الوقت ان في اطفال بنلاقيها متواجده في الشارع ملهاش اب وملهاش ام، وكنا بنعصر عليهم ونعمل محضر في قسم الشرطه، والاسم بيوضعه في دار رعايه، يفضل الطفل في دار الرعايه يتلقى الرعايه لحد سن 18 سنه، وبعد كده الدار تقول له اتفضل ما كان لكش مكان عندنا. فبيطلع الطفل قد يكون ان هو اتعلم حرفه اثناء فتره ايداعه، وقد يكون ما عندوش حرفه او اتعلم تعليم اساسي او ما اتعلمش. ففجاه بيلاقي نفسه في مواجهه المجتمع. اطفال كتيره جدا بتضيع، واطفال كتيره جدا بتبقى ضحيه للعناصر الاجراميه. فالدولة قالت لا، احنا كده ما بنعملش حل، احنا بنعمل مسكن فترة زمنية وما بعد ذلك بتبقى قنبلة موقوتة. صحيح. فقالوا احنا هنعمل الكفالة. طبعا احنا عندنا خوف عارم من فكرة التبني، ولكن احنا عندنا فرق ما بين التبني والكفالة. الكفالة الطفل الدولة هتختار له اسم، والأسرة هتروح تقبل طفل عندها باسمه المختار ويتم رعايته طول العمر. ولكن طبعا زي ما احنا بنتكلم الموضوع مش بالسهوله دي،
لازم في معايير طويله جدا هيتم. مش اي اسره ولازم بالزبط. اوضاعها تكون بتسمح ان هي تكفل طفل وزي ما بنقول ليه حقوق ويعني هيبقى ليه البيت مستقبل. البيت اللي هيقعد فيه لازم يكون ليه شروط. الاسره نفسها الاب والام او حتى سيده لوحدها تستطيع ان هي تكفل، مش لازم تكون متزوجه. لازم ينطبق عليهم شروط كتيره جدا عشان في الاخر احنا مش بنحقق رغبه الرجل او المراه في ان هو يكفل طفل، لا احنا بنحقق حمايه الطفل من مخاطر المجتمع. مصلحه الطفل اولا. مصلحه الطفل اولا بالظبط. طيب اذا في مشروع القانون او التعديلات الجديده بتتكلم على الكفاله. بالظبط. ايه ابرز طيب التعديلات تاني اللي ممكن نقول أبرز دي كانت مهمه ومحتاجينها في الوقت الحالي؟ هو ابرز التعديلات والشكل العام للتعديلات هو نوع من انواع التحفيز. يعني كان اهم حاجه فيها ان هو بيقول لك الام الكافله او السيده اللي هتكفل طفل هتاخد كل الحقوق اللي اوجبها القانون للام. بمعنى لو هي سيده عامله في القطاع العام او قطاع الاعمال او الحكومه، مجرد ان هي كفلت الطفل اقل من 6 أشهر من حقها ان هي تحصل على اجازه 2 سنين، ومن حقها ان هي تحصل على اجازه ساعه في اليوم مدفوعه الاجر اللي هي مقابل الرضاعه، مقابل الرضاعة عشان عندها لسه طفل بيبي صغير محتاج رعايه غير طبعا الاطفال الاعمار المختلفه. ده كان شكل. الشكل الثاني والاهم كان بيتكلم على حمايه الطفل نفسه. بمعنى في عندنا نصوص تجريميه للتاخير تسجيل الاطفال. يعني المفروض اول ما الطفل يولد الاب او الام بيتوجه لتسجيل الطفل. طيب في حاله عدم تسجيله احنا عندنا 15 يوم بيبقى ساقط قيد وبقى في تفاصيل طويله. لا، مهم جدا ان يكون في مواعيد لتسجيل الاطفال. طيب عندنا بقى في الوجه المقابل اللي هو في الكفاله، الخوف بقى عندنا من ايه؟ ان يتم تسجيل الطفل المكفول ان هو ساقط قيد. لا، عايزين بقى نقف شويه مع موضوع التسجيل ده. ليه مشكله ان انا اتاخر شويه في عمليه تسجيل الطفل اللي لسه مولود؟ مشكله ده ايه؟ او يعني ايه خطوره ده؟ هو مش خطورة ولا مشكلة، هو احنا عندنا الأساس بالنسبة لنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل رعاية للطفل. فتسجيل الطفل ده حقه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ليه مترتبات تانية ليه؟ هو مش ممكن يصرف لبن، هو مش ليه تطعيمات دورية، لازم تحصل كل ده يحصل بموجب ايه؟ شهادة الميلاد. فهو من حقه في الحياة ان هو يكون عنده شهادة ميلاد. الخوف لدى الدولة ان انا اكفل طفل ويبقى عندي في البيت وبعد كده اتوجه للجهة الإدارية مكتب الصحة أقول لهم أنا جبت طفل وهو ساقط قيد عايز أسجله تاني باسم جديد. ودي المشكلة، لأن إحنا ما عندناش في مصر تسجيل ببصمة أو دي إن إيه، فأصبح الطفل اللي موجود قدامي هو هرفق معاه شهادة الميلاد عشان أتحقق إن الطفل ده هو صاحب شهادة الميلاد في صعوبة بالغة. فبالتالي علشان نتجنب المشكلة دي لازم يكون في إلزام ببعض الأمور. بالظبط. بالإضافة إلى إن الطفل مش هعرف أعمل له دي إن إيه لان هو لا ينتمي الي. فبالتالي هيبقى في صعوبه كمان في الدي ان ايه. فعشان كده قالوا لا، الطفل هيجي لك مسجل ولو حاولت تتلاعب بعد ذلك في عنقوبه مغلظه. فاذا برضو علشان الاسره تكون ماشيه خطوات بشكل سليم في عمليه الكفاله لازم الطفل اللي هي هتكفله يكون مسجل وليه شهاده ميلاد. هي بتستلمه بشهاده ميلاد. الخوف ان هو اي حد يقرر ان هو يتلاعب بعد ذلك ويطلع له شهاده ميلاد اخرى. طيب عايزين نتكلم على برضو حمايه الطفل بقى داخل الاسره نفسها. هل القانون او مشروع القانون حاليا تطرق للنقطه دي وان هو يكون ليه كده بعض البنود اللي بتحميه في حاله ان هو تعرض لعنف اسري او ان الاسره دي بعد ما كفلته سابته في الشارع تاني؟ يعني هل في كده بعض الامور علشان يكون الموضوع منضبط اكتر؟ هو قانون الطفل الحالي قال ان احنا عندنا ما يسمى بالطفل المعرض للخطر، وعملت له 14 بند قالت يعد الطفل المعرض للخطر اذا وجد، وعملوا 14 بند منهم اذا تعرض امنه وسلامته وحمايته للخطر، اذا تعرض تعليمه للخطر، اذا وجد في مكان غير امن عليه. يعني لو انا خدت الطفل عندي في البيت وسبته راح نادي او سايبر او محل او سبته في الشارع يلعب مع الاولاد، او خدته وسبته خلاص طلقته ان هو يمشي في الشارع، ده معرض للخطر. قبل كده كان العقوبه بتاعته بسيطه بتوصل لغرامه 1000 جنيه. ضعفوا العقوبه وضعفوا الحبس فيها في المشروع المقدم. إيه؟ يعني من 6 شهور لسنة. في حاله ان بس الطفل في مكان معرض فيه للخطر. ومعرض للخطر بالظبط. لو الطفل وجد كمان بيلم اعقاب سجاير،
او اللي هم بيشتغلوا في الخردة بيلم الكنزات او بيلم اي حاجة من الشارع، ده يعتبر طفل معرض للخطر. لان فلسفة القانون قايمة على ايه؟ قايمة ان الطفل في مكانين، يا اما في بيته يا اما في مدرسته. ايوه، ما عندوش مكان ثالث، مش الشارع، مستحيل يكون في الشارع. حتى لو الاسره نفسها كلها قاعده في الشارع، هو الطفل مش مكانه ده. طب يعني انا عايز اسال حضرتك على بعض الحوادث اللي حصلت على مدار الفتره اللي فاتت، ان طفل مثلا يعتدي على طفله، هل بهذا الشكل ممكن نقول ان يعني دي حاله الطفل فيها معرض للخطر، او الطفله دي معرضه فيها للخطر، فبالتالي الاب والام يتحاسبوا فيها؟ الصح اه طبعا. بس طبعا كل وضع بيبقى ليه صوره مختلفه، كل حاله ليها تفاصيلها طبعا. بالظبط. يعني مثلا لما احنا نتكلم عن الاب قتل اولاده، هل الام هي مسؤوله في حاجه عرضتهم للخطر ان هي اخترت لهم الاب ده؟ مستحيل. يعني ما ينفعش نطبق عليه الشكل ده خالص. ولكن لو احنا قلنا ان في اسره سايبه ابنها في الشارع، طلقها ما تعرفش عنها حاجه، وغاب بالساعه وبالاثنين وممكن باليوم والاثنين، والطفل تم الاعتداء عليه جنسيا، هل الأسرة دي مش مسؤولة عن حماية الطفل؟ يبقى مسؤولة عن أن هو أصبح معرض للخطر. فهنا الموضوع والمسؤولية تقع على الأب والأم. بالضبط. وبرضو لو أنا دلوقتي عندي أطفال وأنا بضربهم بعذبهم بعنفهم، ده يعتبر تعريض أطفال للخطر، لأن ده يعني بيخليهم حالتهم النفسية سيئة. وبشكل آخر ممكن يجيب لهم مشاكل نفسية وعصبية وصحية. طب أنا عايزة نذكر بسن الطفولة، سن الطفولة من منذ بداية الميلاد، أو من أول مولد الطفل لحد إمتى؟ لحد 18 سنة. القانون قال من لحظة ولادته لحد 18 عام. طب صعب قوي حتى 18 سنة دي يبقى في سيطرة كاملة على الطفل وعلى كل الأماكن المتواجد فيها، يعني نقدر نقول مثلا لحد مرحلة الابتدائي، لكن الإعدادي دي صعبة. هو المقصود بقى إن حاجة تانية، بمعنى خلينا نتكلم على جزئين. هل الطفل ده زي ما القانون قال مارق عن سلطة أبيه، بمعنى إن هو الأب مش قادر يسيطر عليه؟ يعني كان عندنا زمان يقول لك اللي مش عارف يربيه هنربيه في الاسم. فالأب اللي مش عارف يربي ابنه يروح يرميه في الاسم. هو فعلا في ده موجود. لو في طفل الأسرة مش قادرة تسيطر عليه نتيجة لأنه بيرتكب مخالفات أو بيرتكب جرائم، هي من حقها إن هي تروح تعمل بلاغ في خط النجدة أو في لجان الحماية، أو تقدم بلاغ في قسم الشرطة، لأنه هو مروق عن سلطة الأب، إن هو الأب مش قادر يسيطر على الطفل. ولكن دي بتبقى مرحلة متقدمة من الأطفال. يعني هل هم ليهم رعاية أولية، الأب أو الأسرة أو ولي التربية بتاعه ما قدرش يقدمها له؟ ده سؤال مهم. هل كل الأسر في مجتمعنا قادرة تربي أطفال؟ هل كل المشاكل اللي بتحصل دلوقتي إحنا استقيناها من أهالينا؟ يعني مثلا معظم البنات لما بتيجي تحاول تشوف مشاكلها الأسرية الجديدة بترجع لمامتها، لو حصل دون إيه اللي هيحصل معايا؟ دلوقتي المشاكل اللي بتحصل في المجتمع ما عدتش على أهالينا، فأصبح هم المجتمع كمان مش عارفين يقولوا لنا نعمل إيه. فإحنا كلنا في حاجة إلى توعية، الأسر محتاجة للتوعية، الأطفال محتاجة للتوعية، المقبلين على الزواج محتاجين لتوعية أكيد. طيب خلينا نخرج نشوف كده يعني عرض معلوماتي جمعنا فيه أبرز المعلومات عن حقوق الطفل عندنا في مصر، ونرجع نستكمل حوارنا مرة تاني. أستاذ علاء، عايزين نتكلم على فكرة العقوبة. احنا يمكن قلنا ان في عقوبة حبس او غرامة، وفي بعض الحالات بيتقال ان الأسرة او الأب او الأم محتاجين إعادة تأهيل مرة تاني. العقوبة دي تتحدد ازاي؟ في البداية احنا وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة العقاب. يعني احنا مرينا كده بمرحلة الإبلاغ، وصلنا لمرحلة التحقيق في النيابة، وصلنا للقضاء. ممكن نبص كده بصة سريعة في البداية عشان دي مهم قوي.
في البداية الإبلاغ، الإبلاغ ده طول الوقت إحنا بنأكد عليه، لأن إحنا ممكن ببلاغ صغير ننقذ حياة أسرة كاملة زي الحالة اللي حصلت عندنا. أي حد من حقه قانون الطفل قال كده، قال كل من له الإمكانية إن هو يساعد طفل ممكن يساعده، وبناء عليه حق الإبلاغ مكفول. تاني حاجة النيابة طبعا بتحقق في الواقع ولقيت إن في جريمة بتحلها للمحكمة. المحكمة هنا بتراعي بين أمرين، المخالفة نفسها اللي ارتكبت وحل أو توعية الأسرة اللي هو البديل. هل المخالفة اللي حصلت ممكن أنا أتجاوزها لأن قامت نتيجة لقلة وعي الأسرة ولا لأ؟ يعني على سبيل المثال لو في أسرة بتقول، أم بتقول لابنها ذاكر 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 ما بيذاكرش، الموضوع اللي بيقرب كل أسرة، فضربته فالولد اتعور. هل ده أنا ممكن أخد الأم أروح أحبسها ولا أعمل لها إعادة تأهيل وأعرفها إزاي تتعامل مع الأطفال؟ لأن الطفل ده لو أنا حبست أمه هبقى في الوجه المقابل بحرم باقي الأطفال التانيين. يعني على حسب الوضع وعلى حسب مدى الوعي بحدد العقوبة. بالظبط. وفي وقائع تانية ما فيش فيها كلام زي الواقع اللي احنا اتعرضت معانا دي مستحيل نتكلم فيها، إلا إن احنا عايزين نعمل توعية وإعادة تأهيل لباقي الأسرة طبعا من الزوجة وباقي الأطفال، إن هو كان ليهم أخته وفجأة اتقتلت. طيب يعني دلوقتي الأسرة اللي بتبقى محتاجة وعي أكتر أو إعادة تأهيل بتحصل على ده إزاي وفين؟ إحنا عندنا شقين، الشق الأولاني بيبقى موجود في لجان الحماية، والشق الآخر في مجلس القومي للطفولة والأمومة. مجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق خط النجدة طبعاً أي قضية بتحصل بتوصل للنيابة لطفل مجني عليه، في تعليمات من مكتب النائب العام إنه يتم التواصل مع خط نجدة الطفل. ليه خط نجدة الطفل؟ هو اللي بيقدر يحدد المكتب النائب العام يقول له في الجمعية الفلانية دي هتقدم خدمة اجتماعية للأسرة وقريبة من مكانهم، عشان ما بقاش بالنسبة لهم في مشقة في التحرك ولا في تكاليف كتير عليهم. طيب المحكمة نفسها بتعمل ايه؟ المحكمة عندها زي جدول استرشادي بالأماكن اللي بيتم فيها التأهيل، سواء كانت في مستشفى حكومية أو مستشفى متخصصة أو جمعيات أهلية، وبناء عليه بتوصي بعرض الأطفال أو عرض الأسرة على المكان الفلاني ده اللي هو يقدر يعمل إعادة تأهيل للأسرة. فدي عملية إعادة التأهيل في إطار يعني اللائحة التنفيذية اللي لسه هتتعمل. طبعا احنا كل اللي بنتكلم فيه دي مقترحات حتى الآن هيناقشها مجلس النواب ان شاء الله في دور الانعقاد الجديد في اكتوبر ان شاء الله. لكن وجهة نظر حضرتك او توقعاتك ان هذه المقترحات هتكون قابلة للتنفيذ بشكل كامل وهتلقى يعني تجاوب النواب في المجلس، ولا وارد ان يكون فيها تعديلات بشكل كبير؟ ممكن يكون في تعديلات للافضل، يعني طول الوقت طول ما بنعرض افكار ممكن يبقى في فكرة افضل للاحسن، ولكن هي كفكرة وكبادرة من الحكومة لا، شيء مهم جدا لانه بيتسق مع مبادئ حقوق الطفل والتنمية المستدامة. ختاما كده علشان نكون يعني جمعنا فكرة الكلام اللي احنا كنا بنقوله طوال الفقرة، حضرتك بتقول في رسالة طمأنة للأسرة اللي بتكفل وللأم الكفيلة، انت هيكون لك حقوق بعد هذا القانون وهذه التعديلات. الطفل كمان في حالات التعرض للخطر سواء هو برضو في أسرة كفالته أو دي أسرته البيولوجية، أيضا القانون بيضمن لك حقوقك. وبنأكد على موضوع الإبلاغ بالظبط، وان الكل من حقه ان هو يبلغ علشان مصلحه الطفل. بالظبط. انا بشكرك جدا يا استاذ علاء، شرفتنا ونورتنا. شكري. كنت معانا الاستاذ علاء راعي محامي بالمؤسسه المصريه للنهوض باوضاع الطفوله، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لسيادتك. مشاهدينا لسه حلقتنا مكمله معاكم، وبعد الفاصل هنتكلم عن الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه وهي خيارات جديده قدام كل طلبه الثانويه العامه اللي خلاص يعني انتهوا من هذه المرحله ودلوقتي بيختاروا الجامعه اللي هيكملوا فيها السنوات المقبله، علشان تعرفوا معلومات اكتر ونختار ايه والجامعات دي بتختلف ازاي عن الجامعات التقليديه. بعد الفاصل نعرف تفاصيل اكتر، استنونا.